أخيرا أخيرا مر الليل وبدأ الفجر يطلع، وانتظر ماو حتى أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية، فرأى رجال العصابة نائمين تحت الشجر، فصبر وانتظر لعلهم يستيقظون وينصرفون ليستطيع هو أيضا أن ينزل وينصرف. ولكن الوقت طال وارتفعت الشمس في كبد السماء، ومر الوقت ولم يستيقظ أحد. وشعر ماو بدهشة شديدة لأنه لاحظ أن أحد منهم لم يتحرك طوال هذا الوقت، وعلى الرغم من عددهم الكبير فإن أحد منهم لم يتقلب في نومه كما يفعل النائمون. ونظر ماو فرأى حصانه الأصفر يقترب من أحد النائمين ويهزه برأسه ويجذبه من ثيابه ويجره على الأرض، ولكن النائم لم يستيقظ. فازدادت دهشة ماو وبدأ ينزل من على الشجرة بحذر وهو يتخفى بين الفروع والأوراق. فلما اقترب من اللصوص أحس برعدة شديدة تسري في جسمه عندما رأى حول فم كل واحد منهم بقعة خضراء وبعضهم لسانه يتدلى من فمه، فأدرك أنهم جميعا قد ماتوا. ونظر إلى العلبة الذهبية فوجدها مفتوحة وفارغة تماما، وأخذ يعد اللصوص فوجدهم 100، وعرف أن الحبوب 100 التي كانت في العلبة الذهبية قد قتلتهم جميعا. واقشعر جسده عندما ذكر أنه هو الذي كان سيتناول هذه الحبوب، فحمد الله الذي نجاه وقضى على هذه العصابة البشعة المخيفة. فهم أن حكاية المغارة الذهبية